سعداء فراق. انا سعيد 24 فراق. انا سعيد فوق السعادة. حلم بالشكل اللي احنا النهارده. بالامور اللي تمت النهارده بالشكل اللي بقت فيه المستشفى في السويس. انا كان عندي تذكر جيد جدا للموضوع ان انا اول ما دخلنا السويس كان اللي بيتعور غرزتين وعايز حد يخير دماغه كنا بنبعته بره السويس يخير بره السويس او يروح مستشفى خاص. النهارده المستشفى العام قادر على انها تعمل عمليات كبرى. عملنا عمليات سرطان، عملنا عمليات رمد، عملنا عمليات عاديه، عملنا عمليات ولاده، عملنا عمليات ولاده كبرى، عملنا عمليات نساء كبرى. ما كانش فاضل لنا غير القلب. هي الموضوع ابتدى معانا بشكل مش طبيعي. يعني كان مواطن بيشتكي مر الشكوى عايز يعمل دعامه في القلب وراح المستشفى وتدخلت جمعيات خيريه ومستشفى بعد الدنيا كلها قالوا له 35000 جنيه. يعني بعد تدخل العالم كله قالوا له احتاج 35000 جنيه. اذا كان هو اصلا ما بيكملش 1000 جنيه الا في الشهر. فالحقيقه ده دفعنا نفكر بشكل غريب وعادي. بعتنا للمشهور مهندس محمد الخير في محافظة السويس كان من ضمنهم رفيق بيت دوم وعبد الفتاح بيت جيبي وقاعد بيت وسير. بعتنا لهم بالكامل وقسمنا الموضوع. قلنا لعبد الفتاح بيت وقاعد بيت وسير من فضلكم انتوا هتاخدوا رفع كفاءة المبنى اللي هيتعمل فيه. وجبنا رفيق بيت دوم وقلنا له احنا محتاجين في السويس نجيب اصلا علشان خاطر الناس البلد. سالنا كام؟ احنا كنا سالين الصحه فقالوا لنا 13 مليون جنيه. وبدون تردد الكلام ده ما خدش 3 دقائق في القعده. طلع الشيك هنجيبه مضى 13 مليون جنيه اتفضل. قلنا له لا احنا مالناش دعوه انت حضرتك اللي مشتري. قال لا انا ماليش دعوه انا ادفع فلوس وانت اشتري. هو امننا على المال. علشان امننا على المال ابتدينا نتعامل مع الموضوع بشكل محترم. جبنا الشركات الكبرى زي فيليبس وسيمنز كل الشركات الكبرى اللي ليها اسم وباع في هذا المجال. كان حلمنا كله ان احنا نجيب قسطره تشتغل في القلب. يا دوب توسع تعمل بالونه تعمل دعامه وخلاص الموضوع كده. السلام عليكم. لما جت الشركات وابتدينا ندوس عليهم وابتدوا يمشوا معانا قلنا كمل. فقلنا لهم ان احنا محتاجين قسطره تشتغل في المخ وتشتغل على الاطراف وتشتغل في القلب. فابتدوا يعلوا السعر ووصلونا لمبلغ حاجه و20 مليون نزلنا معاهم لغايه 17 مليون. في النهايه اتخانقنا معاهم وصلنا لل 13 مليون. جبنا بيه القسطره اللي هي تشتغل في المخ تشتغل في الاطراف وتشتغل في القلب.